كادوا من فرط الجمال فرط الجمال أزور. من ساعة ما شفتها ساعتها لغاية وأنا بكلمكم دلوقتي وأنا بتعجب على قدرة المرأة السيدة على العطاء اللي بلا حدود. 40 سنة عايشة وسط الناس على إن هي راجل تشتغل تأكل ولادها. فوجهت لها هي التحية فبكت وكانها بتقول لي أنا ست برضو. أنتي شرفت الرجالة والستات. كل التحية والاحترام والتقدير لها وللي زيها كتير احنا مش شايفينهم.